أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة رح أتحدث عن موضوع أواني للاستخدام، رح أتحدث عن حياتنا كخدام أنا وأنت كأواني يستخدمها الله حتى يتمم فيها مقاصده في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن مثال في كلمة الله عن حياة بولس الرسول. بولس الرسول في وقت من الأوقات قال: إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. واليوم سوف نتكلم عن هذه الأواني الخزفية، كيف الله يختارها، كيف الله يعدها ويحضرها حتى تكون جاهزة للاستخدامات الإلهية في حياة كل واحد فينا. أقرأ معكم من سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع وابتداء من العدد الأول. كلمة الله تقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال: الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، والكلمة تعني صعب عليك أن ترفس قطعة مدببة من الحديد، أمر مستحيل أن تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخرين. فقال وهو مرتعب ومتحير: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. إذا نقرأ عن حياة بولس الرسول، بولس الرسول من كتب أكثر من نصف أسفار العهد الجديد، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ المسيحية. كيف تحول من عدو إلى رسول ليسوع المسيح؟ كيف دعاه الله وقد قبل دعوة الله لحياته؟ قبل ما يتعرف على الرب كان بعيد عن الله، وبكل سرور كان يقتل المسيحيين، معتقد أنه يقدم خدمة لله. كان يمضي من مكان لآخر يهدد ويضطهد المؤمنين، لكن الله كان منتظره حتى يغيره وحتى يستخدمه. واليوم في هذه الحلقات سوف أنظر إليكم إلى حياة بولس الرسول، كيف أن الرب غير هذه الآنية، وكيف أنه أنهى خدمته بطريقة قوية غير الطريقة التي بدأ بها. اليوم أريد أن أتكلم إليك أن الرب يريد من كل واحد فينا كخدام للرب، كخدام للملكوت، أن ننهي جيدا، لأنه كثير من الخدام بدأوا بدايات صحيحة لكن لم ينهوا جيدا. الكتاب المقدس بيخبرنا عن القادة والخدام والملوك المذكورين في كلمة الله، فقط ثلث هؤلاء أنهوا حياتهم بطريقة جيدة. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن بولس الرسول تقابل مع الرب وجها لوجه في طريقه إلى دمشق، والرب غير حياته، والرب صار معه خطوة بخطوة حتى يستطيع أن يفهم مقاصد الله لحياته. والله جعله متضع، جعله يقدر يسمع صوت الله ويعمل ما يريد الله من حياته. وهكذا إيماني أنه الرب عم يأخذ كل واحد فينا في رحلة، رحلة من التغيير، رحلة من الشفاء، رحلة الله يغيرنا فيها من الداخل قبل الخارج، حتى يحضرنا، حتى نفهم مشيئته ونعمل بها في حياتنا. شارك معكم كلمة للتشجيع، أن الطريقة الأساسية التي يستخدمها الله معنا في سماع صوته لحياتنا، الطريقة الأولى والرئيسية هي كلمة الله. عشان هيك أنا بشجع كل مؤمن وكل خادم، إذا أردت أن تسمع صوت الله لحياتك اجلس أمام الكلمة، اجلس أمام كلمة الله، خد وقت قدام الرب في الصلاة، لأن الرب سوف يتكلم إلينا من خلال كلمته. مهما كان عمرك في الإيمان، إذا كان عندك القلب اللي مشتاق أنه يعرف الرب ومشتاق أنه يسمع صوت الله، إذا بتيجي وبتفتح كلمتك وبتقعد قدام والله قادر أن يتحدث إليك من خلال الكلمة. بولس كان شخص متعلم وبلغة أيامنا وكأنه شخص معه شهادات كثيرة، لكن كل شهاداته وكل إنجازاته وكل معرفته لم تكن مهمة أبدا بالنسبة له. أكثر شيء كان بهمه أنه يعرف الرب يسوع المسيح. بولس لم يكن يعرف الرب قبلا، بالعكس كان يضطهد الرب وكان يضطهد أولاد الرب، لكن في وقت من الأوقات قال عن كل الامتيازات اللي عنده وعن كل الأشياء اللي في حياته: أني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل
معرفة الرب يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين بقول في نفس الإصحاح في رسالة فيلبي، بقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. بولس كتب رسالة فيلبي بالسجن، وهي من الرسائل اللي كتبها في آخر في أواخر حياته. وبولس بقول في هذا الوقت لأعرفه. بولس أنت لسه معرفته، بولس أنت تقابلت معه وجها لوجه، أنت خدمته، أنت تعرضت للظروف الصعبة والضيقات والاضطهادات لأجله، لكن بولس كان في داخل قلبه صرخة، كان في داخل قلبه جوع وعطش، يا رب أريد أن أعرفك، أريد أن أختبر قوة قيامتك في حياتي. بولس الرسول اجتاز في كثير من الامتحانات واجتاز في كثير من التجارب حتى يصل لهذه المرحلة من العمق ومن النضوج الروحي ومن النمو. وكثير مرات احنا بنسأل أنفسنا كخدام، ليه احنا لازم نجتاز في كل الأمور اللي بنجتاز فيها؟ نجتاز في ظروف صعبة أحيانا، نجتاز في ضيقات، نجتاز في امتحانات، وهناك امتحانات كثيرة للقيادة وامتحانات كثيرة بمر فيها كل خادم وبمر فيها كل قائد. امتحان البرية، الأوقات الصعبة، الأوقات الجافة في حياتنا، امتحان الإحباط، امتحان سوء فهم الآخرين وسوء تقدير الآخرين، أمور كثيرة وامتحانات كثيرة الله يستخدمها في حياتي وحياتك حتى يغيرنا، حتى يعدنا، حتى يدربنا ويجهزنا لما يريد أن يصنع في حياتنا. الرب يريد أن يعمل بعمق في داخلك، ولا يريد أن يعمل بشكل سطحي، يريد أن يعمل بشكل عميق في حياة كل واحد فينا. بولس الرسول دعا نفسه في الرسائل، قال أنا عبد ليسوع المسيح. وعادة العبد لا يعمل ما يحسن في عينيه، لكن يعمل ما يرضي سيده فقط. بولس كان شخص مستخدم من قبل الله، كان مستخدم لأجل مقاصد الله. وصلاتي لنفسي ولكل واحد فينا أن نكون مستخدمين من قبل الله ومستخدمين لمجده. اليوم احنا بنتحدث عن الأواني اللي بيستخدمها الله، وبولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع وعدد 7 بقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. في قصة جدعون في قضاء والإصحاح 6 و7 بنشوف أنه جدعون ذهب حتى يحارب المديانيين، والله أعطى له خطة معينة، قال له خذ معك احمل الأبواق في يد واحمل المصابيح، لكن في جرار في في في, 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 في المصابيح في قلب الجرار. وهكذا عندما أخبرهم لما بتكسر الجرار النور يظهر من خلالها. وهكذا في حياة كل خادم فينا بحاجة ننكسر كخدام. وهكذا إخوتي الأحباء الرب يريد أنه يكسرنا، يريد أن يكسر الأنا اللي فينا، يريد أن يكسر الإناء الخزفي حتى من خلاله يظهر نور المسيح في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهكذا أيضا في حياة كل خادم فينا شقوق في حياتنا، في أشياء مكسورة في حياتنا، والله يسمح بأنه يستخدم هذه الأشياء المكسورة حتى يظهر نور المسيح اللي فينا. بولس الرسول أيضا في رسالة تيموثاوس الثانية يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان، فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. بولس في حياته كان إناء غير نقي. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وعادة كلمة ينفث تستخدم للدخان الخارج من أنبوب. بولس كان مليء بالغيرة، مليء بالعصبية، مليء بالذات، مليء بالأنا، وكان يذهب ويقتل المسيحيين لأجل إيمانهم. الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان معه رسائل أن يوثق ويقتل المسيحيين. بولس كان إناء غير نقي، وفي مرة من المرات بقول ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان مجذف، كان ضد الرب يسوع المسيح، وكان ضد الكنيسة أي ضد المؤمنين. واليوم اعرف أنه اللي ضدك هو ضد الرب. بولس كان بيعمل كل شيء حتى يدمر كنيسة الله، لكن الله كان عنده خطة لحياة بولس، وبولس لم يكن يعلم هذا. لكن أجا وقت التغيير، أجا الوقت اللي تقابل فيه مقابلة شخصية مع الله وجها لوجه. واليوم اعرف أنه الله عنده خطة لحياتك، خطة رائعة جداً.
ربما أنت مش شايف هاي الخطة، ربما أنت مش فاهمها، لكن في وقت من الأوقات في الطريق الله سوف يظهر لك مشيئته، والله سوف يظهر لك خطته، كما تقابل مع بولس. وبولس تقابل مع الرب مقابلة شخصية، مقابلة وجها لوجه، وهكذا الله يريد. ربما أنت بتسمعني في هذا اليوم وأنت مش خادم، ربما أنت بعيد عن الله. كيف الله اليوم غير حياة بولس من شخص بعيد، من شخص نقله من النقيض إلى النقيض؟ هكذا الرب قادر أن يغير حياتك اليوم، ويلمسك ويعمل في حياتك ويغيرك تغيير كامل، ثم يستخدمك كما استخدم بولس الرسول. اليوم اطلب من الرب انه يتقابل معك، يتقابل مع حياتك، ويصنع معك التغيير الذي يريد ان يصنعه معك. وبولس عندما تقابل مع الرب سأل سؤالين، وأنا هدول السؤالين بسميهم أهم سؤالين في الحياة. السؤال الأول اللي سأله بولس: من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني بيقول: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وإخوتي الأحباء، أعتقد أنه هدول السؤالين أهم سؤالين ممكن يسألهم إنسان في حياته. السؤال الأول: من أنت يا سيد؟ مين أنت يا رب؟ يا رب خليني أعرفك، خليني يكون عندي علاقة معك وشركة معك، أريد أن أعرف شخصيتك، أريد أن أعرف شخصك. والسؤال الثاني: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ ما هي دعوتي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهدول السؤالين بولس من أول مقابلة مع الرب قدر يسأل أهم سؤالين في الحياة. وبصلي إحنا كل واحد فينا بيسمع هاي الكلمات فعلا نقدر نسأل هذه الأسئلة لأنفسنا: يا رب مين أنت؟ وبنفس الوقت: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ بولس كان آنية غير نقية، كان بحاجة للروح القدس حتى الرب ينطفه، حتى الرب ينقيه، حتى الرب يعمل تغيير في حياته. وإخوتي الأحباء، التغيير لا يحصل في حياتنا فجأة، لكن التغيير يحدث في حياتنا بالتدريج وبرغبة منا. لازم يكون في عنا رغبة للتغيير، لازم يكون عنا الرغبة إنه نتغير. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كثير من المؤمنين بيقولوا: لو الرب عايز يغيرني خليه يغيرني، لو الرب عايز يستخدمني خليه يستخدمني. الرب عايز، لأنه الرب بيقول في كلمته أنه هو مشتاق يغيرنا ومشتاق يستخدمنا، لكن الله يريدنا أن نأخذ خطوات نحوه. رسول يعقوب يقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فكر فيها، مين اللي لازم يقترب أول؟ أنا لازم أقترب من الله، أنا لازم أطلب التغيير، أنا لازم أطلب أنه الله يعمل في حياتي. لو لم يكن لديك رغبة في التغيير فلن تتغير أبداً. في قصة عن شخص لما كان في العشرينات من عمره قرر أنه يغير العالم، بعدين لما أصبح في الثلاثينات من عمره قرر أنه يغير زوجته، قال: زوجتي فيها أمور كثيرة بحاجة لتغيير. لكن لما صار في الأربعينات اكتشف أنه هو اللي لازم يتغير، وصرخ للرب من كل قلبه وقال له: يا رب يغيرني. وهنا بدأ التغيير في حياته. إخوتي الأحباء، الله يريد أن يغيرنا، يريد أن يعمل فينا، يريد أن يشكلنا، لكن التغيير يبدأ بطلب منا. التغيير يبدأ بأنه أنا أطلب أني أقترب من الله حتى يصنع في حياتي. أمين.